حمزة نصري 23 سنة من تونس. ليس المهم أن تبقى الجمهورية العربية متحدة، المهم أن تبقى سوريا موحدة، هكذا قال الرئيس الراحل جمال عبد الناصر. وعليه إن الحفاظ على سوريا موحدة مدنية وعربية هو ما يقودني لاتخاذ أي موقف. لذلك فأنا أعتبر التدخل الروسي في سوريا تدخلا يخدم الشعب السوري الذي عانى من سنوات في السنوات الماضية من الإرهاب. فروسيا التي لا تاريخ استعماري لها في الشرق الأوسط تلعب دورها التاريخي في محاربة الفاشية، بما يذكرنا بحربها ضد ألمانيا النازية. إن تدخل روسيا لمنع سقوط الدولة السورية يقينا من إنتاج كيان سياسي فاشل منتج للإرهاب محليا ودوليا، وليس أدل على ذلك من مثال إسقاط الدولة العراقية الذي تعاني الإنسانية ويلاته حد الساعة. إن الملايين من المرتزقة المكلفين بتدمير سوريا والذين تحاربهم روسيا هم من ينفذون العمليات الإرهابية عبر العالم، وليس أدل على ذلك من مثال الإرهاب الفرنسي مهدي نموش منفذ العملية الإرهابية ضد المتحف اليهودي البلجيكي في مايو 2014. ختاما، إن تحرير مدينة تدمر وإقامة العرض الموسيقي الروسي على نفس المسرح الذي ذبحت عليه الإنسانية هو رسالة ودليل على أن قوى الظلام والإرهاب لن تنتصر في سوريا، وسوريا سوف تتحرر بمؤازرة حلفائها.